السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أرحب بكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. بغيت نحكي لكم اليوم قصة ترددت في العديد من المرات أني نحكيها، ومرة مرة المرة الأخيرة كانت في موضوع المنشورات، نسيت مرة كنت راح نحكيها لكم وصوتت للخاتمة نتاعها مباشرة، وأكيد يكون كان فيها سوء فهم كما كان سوء فهم في العديد من المواضيع. نعم، هذه قلة تحضير وتدافع الأفكار، إلى أن اليوم القصة هذه القلم أصلا رافض يكتبها منذ سنين إخواني الكرام، وهي الفترة الوحيدة اللي ما نحبش نذكرها في حياتي، وقليل ما نذكرها. كاينين عباد ناس ملاح، والله غير ناس ملاح وطيبين وولاد أصل، إلى أنه انقطعت الأخبار وانقطعت الأمور. الظروف أصلا مانيش يعني كيما نقول، إحنا ما عندي حتى اتصالات معاهم، حتى من أرقام الهواتف كاين معظمها تغيرت، اللي تبقى صرار وين نعيط له ولا وين يتصل بيا. رب العالمين إن شاء الله يلاقينا عليهم، يسمعنا عليهم ويلاقينا بهم في ساعة الخير. هذه هي والله غير لسان يثقل عليها، انا نقولها لكم صراحه، ولكن لازم نحكيها لكم، لان القصه هذه اخواني الكرام هي اللي راح تبين لكم علاقتي وقصتي مع مربيين هذو والله اصحابين القنوات هذو. هكذاك، اولا من قبل 2010 نعرف مربيين حساسين وصيادين وناس تبيع، والحمد لله ما تعرفش عليهم حوايج اللي أولا يخليوك تستعيذ بالله لما تتفكرهم، ثنين ما يخليوكش تحشم لما تنتسب إليهم. لماذا نقول لكم هذا الكلام؟ إنه بدأت قصتنا يا إخواني الكرام في 2010، الطير تاعي كان عنده قريب يقفل عام من اللي جبته، وعنده 3 سنين ما تزوج في هذيك الفترة، واللي غني بواحد الطريقة نكرهها في الدم. أنا نقول له ما راش يغني هكذا، راه يسحق كي يكون هكذاك يابس ويلحق بها، ما يسمعش غير يلحق بها، غير يشم الريحة يا الحمام كان يغني عليه في الباكو. أنا نفسيا ما تعجبنيش هذيك الطريقة وشخصيا. المهم نفوتها، نطيح في المارشي تاع ساميشيل، نبدا نقلب له على انثى. وفي الفتره هذيك نتلاقى جاري، وقلت له ما كانش كيفاش على انثى تاعما، قال لي لا تربي الطيور. قلت له نعم نربي الطيور، واش بهم هذو صحابين الطيور هذو تشوف فيا هكذا، واش خير بك الانسان هذا، والله غير نعم الجار. هاني باش نقولها لكم، غير علم الدنيا كان اصلا اطار شرشور في دار مانيش عارف واشي، والاحسن من هذا والله غير كان علم تاع الدين يا خوتي، كان بحر والله غير بحر بالنسبه ليا، كان بحر. المهم يعني ونتناقشوا ونتبادلوا الحديث في العديد من المرات. قال لي لا ما خرجوا لا من مله ولا هم يحزنون، قال لي فقط ناقصتهم الرجوله من امور كانوا يقترفوها، زاد هما الشافعيين ليومنا هذا ما ياخذوش بالشهاده نتاعهم. يا راجل انا لازم تحكي لي عليهم هذو، كيف هذا؟ وش هي هذه؟ اول خطره نسمع انا واحد نقصاته الرجوله، كيفاه؟ كي يزعفوا الناس يقول له ماكش راجل وهذه هي الرجله، ولكن هذيك دايره احنا زعاف. احبس باك هنا والله غير كاينه حقيقيه، وراهي في فتوى يا راجل، وش بيك هذا؟ وراهي متحكم، راهي مركب عليها شرائع وقوانين. دونك يقول لي باللي الناس هذو من الفسق اللي كان فيهم سقطوا على الشهاده، يعني واحد ما يقبلهم لا في محكمه ولا في زواج لا في نفي ولا في اثبات، لا بغيت تضرب العقد تقول فيه حميمتي وزيد عليها والعياذ بالله. هكذاك
هكذاك. وش هما الافعال هذو اللي كانوا يديروها؟ ها هنا بيت القصيد وهنا مربط الفرس. قال لك كانوا يكذبوا على بعضهم. ايه سهل، ان الناس كثيره تكذب ويبيعوا شهادتهم زوروا روح باك فيها كاينين بزاف. يسرقوا حمام بعضها ويكسروا حرمات الديار، حرمات الناس لما يطلعوا للاسطح باش يصيدوا حمامهم، والله ما نعرف واش يديروا. دونك هذه ما كانوش يخافوا من ربي فيها. شوفوا مليح ثلاث حوايج هذو باكا سقطوا بهم، يعني هاد ثلاث حوايج نقصوا لهم من رجولهم، اللي هي يا الدنيا زوج نساء لا حرج عليهم ويشهدوا ثاني والشهادة والعقد صحيح. 70 حميماتي والله غير العقد مضروب من ساسو الراس، وليكون في ضفة وإنسان صحيح في ضفة قاضية الدنيا، وفي والشاهد الثاني فيه 70 حميماتي راحوا دخنوا بهما بالعقد هذاك اللي سينيو فيه. على جلسة حوايج أنهم يكذبوا على بعضهم ويسرقوا بحمام بعضهم ويكسروا حرمات الناس وحرمات الديار لما يطلعوا فوق الأسطح. قلت وأنا الحمد لله اللي احنا في مربيين الحسن ما عندناش هذا، والله غرب الكلمة هذه يا جماعة. قال لي الحمد لله تهنيتو، وأنا مازال ما شفتش الايسبرغ. نبدأو بسم الله بارد الحال، نبدأو بداية. اللي يقول لك الأنثى هذه ولدت عندي البارح بيضاء، هاني جايك غدوة نشوفها، نروح ندي المقنين معايا ويديني نشرب قهوة في دارو ونتعرف بباباه، هو يكذب قدام باباه وباباه يكذب قدامه، وأنا نشرب في قهوتهم. عندهم أكثر من 16 كوب لي الدنيا مخلطة بين مقنين صافية وميلي، يعني دايرين على جال باش يجيبوا الميلي ودايرين باش يجيبوا المقان صافي، كلهم تاع البلاد أكل كيما راه. قلت له هذه اصلا صيفتها ماهيش واجده، كيفاش تولد لك بيضه؟ بس اصلا كرش هي الدنيا مازال فيها الريش، وشوف صيفتها بقى. بغى يصلح معايا، قال لي كاين واحد مغربي هنايا عندنا نديك تسمع طيوره وكذا ومنا، يعني بدا يغم في الحاله وما بدا يهضر لي عشوك وعلى الطيور توعو هذا منا من هي، يعني انسب اللي جيت على الفيما لا نهائيا، وما كاش منبع اعتذار هاني باش نقولها لك، يعني غمك وروح في الرامبلي وروح بك، يعني تاع ماهيش من شي مثلنا نعتذروا. ايه المغرب احنا جايين خطابه ولينا رايحين نستغلوا، ما عليهش هاي روح. اذا به ثم نلقى الانثى اللي نحوس عليها. الراجل دايرها غلطه مع انثى تاع كناري، حاسب هذيك الانثى تاع المقنين ذكر، ولو في المال تاع الكناري جابت له البيض فارغ ولقيناه في حزن مسكين ما عندي ما نقول لك. المهم قلت وانا هذه انثى يقول لي ذكر، حطيت له المقنين فوق الطابله اللي شربنا عليها لاتاي، وحسن الضيافه الانسان هذاك بارك الله فيه ويرحم والديه. والانثى هذيك الدنيا تبرك المقنين تاعي من السوا، والله غير السلام عليكم، شوف غير جابها لها ورحمه الله وبركاته، ولا كاينه حاجه اخرى يزادها لها انا ما فهمتهاش. اذا به هي قالت معاك. قلت له انا هذا عمر ما تقول لي ما نقول لك، ما يهبطش من فوق الطابله الا ما عطيت له الخاتم تتويت، خلاص ديجا الخاتم في رجلها يلا بك. ما تقول لي ما نقول لك، قال لي واه وكذا ومنا، وانا ذو دايرين يمكي ولادي وصح، والله غير صح اولا بيبي حالي بصح، من بعد كي بيع حالي الدنيا قريب عطاها لي باطل. شوف بقى. انا قلت والله ما هو مهود من الطابله ما تقول لي ما نقول لك، هات خلي عذرينه هنا هذا المكان. المهم شرط عليا ميلي، قلت وانا نخلصك في الانثى ونزيد لك فوق البيعه ميلي، انت ما خليتهاش في خاطري وانا ثاني كيف كيف هذا مكان. هاي المرشي الجاي كو غير تعظت ومزت وليت المرشي هذا، لا خوكم يتعظ ابدا، روح ولينا للمرشي هذا اجمع شو اللي عنده ميلي للبيع يلا، ما كانش قال لك ولدو جدد امشي تموت بنفسك. قلت له انا ذاك اللي عنده الصفوره تحت الركبه هذاك تحت المنقار هذاك نديه، اعطيني ذوك النمرو تاع الباك تاعو يولي ياكل وحده، عيط لي نعيط للسيد. بالفعل كما كان، ولكن الميلي ما كانش كما كان بلادي، يلحق السيد يجي هو، ظهر عندهم واحد وسيط بيناتهم هذاك جمع واحد، اهلا فلان اهلا فلان ايوه، حتى شوفوا الميلي هذا لقيناه انثى. قلت وانا ذا انثى صوفي لعات امها قري وماهوش هذا هو اللي خيرت، زيد ثاني
قال لا، قال لي نفس العشو هذاك مات لي، وراه قرعه، وراه الخاتم، وين وراه وراه هو، ما عندكش كونجيراتور؟ وهذه معروفة عند موالين الطيور، مات هاه وكونجيراتور، ما تقول لي ما نقول لك، معروفة عندهم من بكري. إذا روح، قال لي اه وي دونك، وشوف بدا كيدير يلعب هذيك اللعبه تاع خبيث، اه وي دونك تيسما راح تخلص باك وكذا منا. قال له انا والله غير بكارانتي ذكر، قلت له انا والله غير نخلص والله غير بكارانتي ذا، ويا هاد الدراهم هذو غيتعاود تقلبهم وهاك تشوف. كانوا يجي 20 واحد، يا الدنيا دايرين بينا، عينيهم مفتوحين كي الباي تاع الشمه، اشفوا على ضربه الباي تاع الشمه. شوف باك ها، راح 3 شهور عيط لي، قلت له انا عيط لخوك لصاحبك يعيط لصاحبه ونتلاقاو في المارشي، هذا ما كان انا نحب هكذا. لازم شوف السارق يا جماعه، هذا هو دواه، هذا هو دواه، وخاصه السارق تاع الامان والخائن والمخادع، هذا هو دواه. ارواح هاو الباك تاعك وهاو الخاتم تاعك وهاو الطيور تاعك، اعطيني درهمي، عطاني درهم، قلت له بالدراهم هذو دوك نشري انثى تاع كناري ونجيب لك الميلي اللي بغى يخرج فيك، اصبر بقى. وبسبتو اللي زدت خرجت الميلي من بعدها في هذيك، ما علينا. هذو محرقات، واللي يقول لك واللي يقول لك المقنين هذا يغني هكذا وهكذا، وتقول له تقول شوف ما تقول لي لا هكذا ولا هكذا، صافي متنوع نمشي معاك. واش معناتها صافي متنوع نتاعك؟ نقول له ما يغنيش كيما الفردي وما يكسرش الغناء وما يفكرني لا بزاوش لا بانسو لا بفردي، مفهوم؟ مفهوم، في في امشي معايا. وانا كي نقول له هكذا يقول لك هذا ما يعرف والو، هذا هو صح التسميات اللي راه يقول لي فيهم غير يخليهم عنده، لانه اصلا ما عنديش القاموس نتاعهم. ثنين وذني ما عجبوهاش، قول له شو الغنى هذا، حتى وراك اللي راك تسمي فيه، ايه راني معاك، مانيش ضدك، ولكن يا خويا الغنى هذا ما عجبنيش، اسم جايبني 10 كيلو ولا 15 كيلو باطل، اسمكم ما تعرفش تسمع وكان دفعوك للوادي، لانه الفايده ماشي. خلينا روح بك، ايه في نهار اخر اذا كان فيها نهار اخر ان شاء الله. شوف لنا الساعه، اكد لنا على الوقت، الله غالب يا جماعه اليوم قصه طويله، واني ديت وما عندهاش خوتها وكلش، هاني باش نقولها لكم، واذا كانت خوتها ابدا ولا تكون في نفس المجريات، يمكن يكون اشد منها وان شاء الله ما تكونش ما اشد منها، والله لا يلاقيني بربع منها، والدعاء اجمعين، ها الله لا يلاقينا بربع منها ان شاء الله، لانه احنا جماعه انا رايحين ما اشد منها، اصبر بقى، والعياذ بالله، وربي يحفظنا ان شاء الله. وضربت يعرفوا الدواوات وما يقولوا لك شيء، والاسم تاع الدواء ما يعطيه لك اسم تاع دواء، ويجي يبيع لك دواء ميت، شوف باقي الدنيا، واسم تاع دواء ما يعطيه لك. ما تعطينيش غناك نفهم، ما تعطينيش طيورك نفهم، اصلا ما تعطينيش الدواء، ماكش انت كاع اللي درتو يا الدنيا. شوف بقى عفوا، هذه محرقات والعاب ناريه خفيفه. اروح دوك نطلعوا القنبله اليدويه، اليدويه هذه يا اخواني الكرام، شوفوا مليحه، رايحين جماعه لبلجيك، انا بغيت نروح معاهم ما قدرتش، ما كاش بلاصه، ومتفاهم مع الهادي، دونك نبعث له دراهم، يبعث لي طيور، يبعث لي طير واحد انثى وحده ساتيني، قلت لهم رايحين تجيبوها معاكم، والهادي تلقاوه ثم سقسيو عليه، ما كاش ما يعرفوش تما هذا ما كان، لانه كان جان وكان يتحرك، وكان ثاني عبد الرزاق الله يذكره على خير، ثاني كان معروفين، هذو زوج معروفين اكيد، انا ثابت فيها باللي كاع لي زيلفور تاع البلجيك ثم يعرفوهم، وخاصه الرواد تاع لي بورس، راحوا قال لك نعرفوه كلش ولحقوا ثم. شوفوا مليحه، روحوا بدراهمي كيما بعثتهم معاه، عيط انا للهادي، واش الهادي؟ قال لي انت لي واش؟ تلاقيت بدي باريزيه باش نزيد لك، واحد ما جبد لي اسمك، واحد ما جبد لي ساتيني ولا دراهم، يعني خذ واش ما كانش، اذا كيفاش تحوزني نبعثك انا فليكسي ما كانش كيفاش؟ قلت له والله غير بعث لك طيور، بعث لك دراهم مع ناس وجاو، ما كيفاش ما تلاقاوكش؟ قال لي تلاقيت دي باريزيان، واحد ما جبد لي اسمك، وكاينين راحوا معايا للدار. قلت له لك مالا واحد كلمه؟ قلت له شوف الناس انا هذو اللي بعثتهم قالوا لي يعرفوك، وراهم بلاصة فلانية، واحد وسيفور واسمه فلان، واللي معاه ثاني واسمه فلان، ثالث ما نعرفوش، الى انه جاو في ميغان. قال لي حبس كيما راك،
من البلاصه الفلانيه، ايه من البلاصه الفلانيه، ميغان ميغان مالا، والله غير في ثلاثه هذو غير جاو لعندي للدار وداو طيور. هاني باش نزيد هاك اخ مستاش والجبهه هذيك تاع والتمبر هذاك نتاع هنا تاع تاع السجود هنا، والله غير هما بالذات. ايه يا ربي ما فهمت والو، والله ما فهمت. كون شاه ما جابليش يعني الرسمي على الناس هذو، واش راح تقول له؟ ما عندك ما تقول له، واش من سبتو يكذب عليا هو؟ والله يخلي عندي، والله يخلي يرحم والدي. والطير قعد عنده، كيف كنت نهضر معاه الطير كان عنده، ما فهمت فيها والو. حط نطلعوا دوك انا نقولها العنقوديه، لانه هكذاك وما ضرتنيش كيما اللي من بعدها. امتحان يا اخواني الكرام في مقنين في المغرب، والله العلي العظيم باختصار باختصار، اعجن مقنين، اسمع اعجن حس عندليب كيما يقولوا هما الحسنيه، عندليب في لينوت في مقنين، اعجن عندليب ولينوت اعجنهم في مقنين. كيعود يرحي هذاك المقنين هذاك، تعرف شت الماشينه تاع المينويزي كي تعود تدور بلا ما ترحي في الحطب وتحس هكذاك بالرنه تاعها، هكذاك المقنين هذاك. عيط له لواحد الانسان، الانسان هذا اكيد تعرفوا المقوله اللي تقول لكم اللي ما عنده قلب حنين ما يربي المقنين. اما الكلمه هذه يا بلادي والله ما طلعت سنتيمتر على الارض، ماشي معناتها اللي يربيوا المقنين الكل ما عندهمش قلب حنين، الا انه الانسان هذا بالذات عنده قلب جيلاتين ريزين من الحجر ويشقق، هي الدنيا الحجر وتشقق، اي لانه هذا ما يشققش ولو، ولكن عنده اذن من انقى الاذن اللي تلاقيتها في حياتي صراحة، واحد ما يكذبش على ربي. المهم عيطت له من المغرب، وانا على جال الاذن هذيك اللي عيطت له، ارواح تسمع. خاطش انا اللي كنت نعلم فيه مش هو اللي كان يعلم فيا، الهضره اللي راهي هضره انا ما نعرفهاش، بصح يلقى اللي عندي امو اللي عنده، دونك تاعو راح يدور بها، او كل يجي لعندي دونك ولا يجي عندي مباشرة. وقصرنا وسلفنا مقان لبعضنا، وهذا كور وهذا مرابو وهذا فوري دي بلونتور وهذا قادوس، وايه هو اللي كان يسمي وما شوف مانيش نشوف انا وين يكذب عليا في هذه الامور. يعني كي جبنا الذكر فقط ارواح الانسان هذا يا اخواني الكرام جا ما يخدمش بالاثنين، واليومين هذا لا مازال يخدم في الخدمه هذيك ما يخدمش بالاثنين، وانا تفاصو. المهم انا جايكم قلت له روح تسمع، انا راني جاي نهار الحد، انت روح تسمع بالاثنين. جا وسمع، وثم اللي قلت له شفت الفرق بين اليطنو وبين لاجودان شاف، يعني لاجودان شاف اخرته لاجودان شاف، واليطنو شوف اخرته هذاك وين بدا، ها الفرق بيناتهم. احنا كنا نهضروا على المقان يعني، وفهمها نعم نعم. المهم روح يجي يحوس عليا اثنين اخر ما يلقانيش، الاثنين هذاك بالذات انا خرجت الحد اللي قبله مخلوع على ابني، كان بعيد عليا بيجي 30 كيلومتر وكان مريض، دونك المفتاح خليته على برا، كتب رب العالمين كتب. هو جا الاثنين هذاك، انا روحت الاثنين هذاك العشيه نلقى طيورين ناقصين، راح واحد جزائري سقح راسي، وراح هذا المغربي والجن اللي كان يقرا تحته، وقعدوا ثلاثة طيور اخرين، واحد كان يحوسي والله غير كان يحاول فيا باش نبيعوا له، والله يبادلوا معايا ابدا، قلت له والله وطير عينك. كانت عندي غايه فيه، المهم هذاك خلاه، الثاني ما كانش منها باش تدخل تسرق طيور وتخلي هذاك الطير قدامك، وراح جبد لي القفص تاعو لاصق في الحيط وصعيب باش تجبدو، باش تحيدك ديجا لداخل لازم تعوم بها. المهم ودا مقنين جزائري عرفوا، انا رحت لي مباشره للدار قلت له اطلع تجيب لي طيوري، وكذا انا ما ديت لك لا طيور ولا منا لا من هي، وقلت له اصلا ديجا شكون قال لك باللي ديت لي طيور؟ طيوركم مش طيوري وكذا ومنا. المهم ما كانش ما كانش، المارشي اللي يجي رحت ديته معايا حتى لابوليس، وما بغاوش يجيو معايا مصايب، وانا اكيد كنت اكيد باللي هو، لانه ما كانش واحد من موالين الطيور يعرف داري، وما كانش واحد يعرف طيوري خاصه، والطير هذاك اللي خلاه وما داهش هو وسمعه ديجا اصلا، وعلى باله باللي مربي جان،
وعارف باللي ما فيش غنى بزاف مالغري ما فيش الفساد، الى انه ما فيش غنى بزاف، ويخلعك في كلش. عنده صدر الله يبارك، يعني الغنى تاعو صافي وقاسح، بصح ماهوش معمر، مربي جان ومرفج كثير. ما علينا، اربع مارشيات ولا خمسه ولا ما يجيش تفصل. هو انا منين نشوفه، والله غير نشمت به الارض. وهو من يجي يجيب معاه جماعه ما يجيوش للمارشي باش يقولوا عليه باللي راه نبي ورسول. وانا قلت له ما زلت 1% باك نقول على جالها الله اعلم، هي اني ما شفتكش فقط لا غير، الى ان تلاقاني بالعنابي اللي باع لي سوق راسي هذاك. عيب عليك يا راجل، قلت كيف هذا يعني انتم واش يا عم هذيك تكركيره كما قالت لي ما ماتنيش ما غافتنيش وموت غافتني تكركيره. ايه واش هذا؟ قال لي المغني اللي بعتوك كيفاش تقول لي ما نبيعوش وانا بعتوك بثمن رمزي وانت يا تقول لي جيبوا انا في الطياره وكلش وتقول لي انت ما نبيعش وانت راح تبيع؟ قلت له والله غتسرق ما تباعش. قال لي نقول لك شكون؟ قلت له ما تقوليش انا اللي نقول لك ماهوش فلان. قال لي والله غير فلان. قال لي تلاقيته في بورت الايطالي ولا بلاص الايطالي. السلام عليكم السلام عليكم، لحت راسي على الطونوبيل هكذا انا نهضر معاه ونسمع الرماش تاع المغنيين. قال لي قلت له منين هاد الطيور هذو؟ قال له شراهم واحد وجاب لهم منين سمحهم وانا راح نقلبهم له. وانا عرفت قال لي الرماش تاع المغنيين تاعي مالقرا راهم في البوشيطات. وهذه تسرى يعني المغنيين عرفوا كيسمع صوته وهو ثاني عرف المغنيين تاعو. وهذه تسرى اكيد راهي معروفه عندكم هذه وعند كثير منكم. ما علينا، يعني شوف الواحد بالمية وزاد الحق. شوفوا على جال ريش الدنيا يكسر حرمة صاحبه ويسرقوا في الأمان، يعني هذا جملهم في زوج. وهذاك اللي هو بيو واش داي واش دايرين هام جاملين ثاني واش جاملين الكذب في زوج كي هو كي بابا. زيد نزيدكم ثاني الثالث، نفقد انا الامل في المربين هذو؟ ما فقدتش الامل في نفسي، كيفاش نفقد الامل فيهم؟ اذا يجيب رب العالمين واحد كنت نعرفه من ثم، قلت انا هذا هو الزبده يا خويا نتاع المرشي هذا عندي، هذا ما كان ولينا نجيب دور روحنا كثير كاع المرشي. كاينين شي ناس نروحوا نتلاقاوهم نروحوا على جالهم كاع المرشي. زوج شيوخ قسنطينيه نقول لك كانوا خبراء في المقنين، كانوا يحبوا المقنين يعشقوا المقنين صح، الله يذكرهم على خير. وكنا نتلاقاو ونقصروا ونشوفوا بعضنا، الى انا والانسان هذا كنا نتلاقاو كثير ونتحدثوا كثير. جبدنا الهضره على ضربه هذيك الميطاسي والغنى، عجبته الفكره قال لي يا خويا انت عليك بالتنفيذ، عليك يعني كيما نقولوا احنا بالتدبير والتنفيذ علينا في زوج، وانا نجيب الطيور. قلت انا عليا الباربا مانيش اصلا ناوي ندير هذه المسائل هذه، لانه اصلا الاولاد في ذاك الوقت بداو يكبروا، بدا في ذاك الوقت بني قريب يدير 3 سنين، يعني ما ذوك المقنين ماكش راح تعيش معاك قد ما عشت معاه من قبل، وخاصة هنا في البلاد هذه ومام في الجزائر ولا في اي بلد يا جماعه. الاولاد ماشي خلينا منهم، إلا كان ثاني رب العالمين فيها ميقات راني نرجع لهذا الموضوع. قال لي كنت درت قديم ونحيته إلى أنه نعاود نرجعه إن شاء الله إلا كتب رب العالمين. قلنا نروحوا نديروا سيدي هاي مدة شهر، دبرنا الطيور ومازال ما رحتش للمغرب بنجيب طيوري الحمد لله يا رب. عطيت له البلون نتاع 3 سنين بعدها من باب سمانة جا قال لي انا الطيور راني بايعهم وقابض ومشاكل وكذا من ما تقول لي، قلت له بيع رايك الطيور اللي راهم عندي والف وعندي والفتهم انا والله ما مخرجي. قلت له ما اعطيني فرصه نروح نسلف لك دراهمك ودي دراهمك وطير عليا اللي عندك روح اشعل بنت بهما. قال لا انا بايع وقابض، كيف تبيع حاجه ماهيش عندك وماهيش تاعك؟ كيف ما يشتعي؟ قلت له انا مقسمين على 3 من النهار الاول. ابو روح اوكي، دخل لي فيها امور شخصيه ما شخصيه، هز باجاج قلت له طير عليا، هذا ما كان. من هذا الانسان احلفت ما نزيدش ندير صاحب. والله العلي العظيم.
من ثم اللي تلقيت ثاني بواحد المقوله اللي تقول لك الا ما بغيتش تبرد ما تمدش النار، دونك الا ما بغيتش تلدغ ما ديرش الامان، ديرني كيما خوك وحاسبني كيما عدوك. قلت نعرفها، ولكن هنا زدت شددت عليها مليح مليح. تهدأ العاصفة ونضرب أنا الكلام اللي دار في راسي والوقائع اللي صارت، ونخرج للكلام اللي تكلمته أنا والسوري قبل ما نبدأ نغوص في المارشي هذا. بديت نقارن، لقيت باللي شفت أنا في المارشي هذا في بحر من 3 سنوات أعر من الأمور اللي كان يحكي لي عليها، والعياذ بالله، والله العلي العظيم. ها بعينيكم، ها شوف، يعني تشوف، ماشي يعني ماشي تشوف، في كل بيضة زوج محاح، في السرقة زوج محاح، في الخيانة زوج محاح، في الدنيا كل تلقى فيها زوج صفورة، يعني من الوفرة نتاع من التفشي من التفشي. رقدت على واش كاين في راسي، كملت مع طيوري، وفي ذاك الوقت اللي بديت نستراح وبديت نعاود نولي الأصلي ونهمد المقنين، ما ياخذ لي لا وقت، ما يدي لي ما يدي لي ما يدي لي عمر، ويزيد يمتعني وينفعني بأحسن الطرق. وللذكر إخواني الكرام، الفيديو هذاك تاع المقنينة هذيك اللي والدة قدام الأورديناتور وقدام التلفزيو، الطريقة هذيك إخواني الكرام ما نقدرش نعلمكم ديروها، نقدر نفهمكم ونقولكم كيفاش درت، مي الطريقة هذيك يا خوتي تتعاش على أرض الواقع، كل واحد منين يجيها، كل واحد منين يوصل لها، إلى أن الفهم أنك في النهاية تعرف باللي الطائر هذا إلا شاف منك الاحترام والأمان، دارو دارك تولي دارو، تحسبو كفرد من العائلة، ماشي معناته تخسر عليه مال قارون ولا تخسر عليه وقت ما يحتاجوش، لا 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 لا، أول شي تحترم، خلينا من الكلام هذا. اليوم راني نهضر على اللي على هذا، ماهوش كاع الايسبرغ هذا، لانه الايسبرغ اصلا بيض يا الدنيا، هذا بركان والله غير بركان. انطيح في صحابنا تاع انترنت، تباشرت بهم خير والله العلي العظيم، غير تباشرت بهم خير، وها هو ربي شاهد عليا فيها، هاني باش ونعني في الاوكراني تتفاصل صوفيان. من نهارو الاول عرفتو باللي بيضه مرجع، من نهارو الاول اللي قص ويلصق بعيناني، الى انه هكذاك وما عنده ما دخلني فيه، بصح نهار يولي يجبد الاعراض ويولي يسنسر الناس والناس موافقاته، هنا جماعه رانا في خطر، انا نقولها لكم، لانه انت تولي تستعر، تولي تتحسب من مربين المقنين هذو اللي لا يقيموا وزن لا للحرمات ولا الملل ولا حتى المبادئ ولا الاخلاق، ما لواش ولاو هذو، لا دخلاتو وشو هذا، لا على جريش انا نخرج من التصنيف نتاع البنو ادمين نتاع الادميين ومالين الملل، لا هذا واش هي زريعه الروح، ابدا زريعه الروح بلادي هي المله والاخلاقكم، ما عندكش اخلاق، ما كانش فيك دين، يا يعني الدين اصلا يسكن في الاخلاق، الا ما فيكش اخلاق وين راح يسكن الدين هذا؟ وفي نهاية الفترة هذه وما بعد الفترة هذه اللي فتح لي رب العالمين فتح عظيم في المقنين، والله العظيم غير الحمد لله ونحمد رب العالمين على الشيء اللي فتح لي فيه. إلى أن يجيوا أصحابين القنوات هذو، قلنا سيدي نشتبشروا بهم خير خير، إلى أنه شفنا منهم الحير يا الدنيا، يعني شوف باقي صادق في المسائل هذه، والله العظيم العظيم غير صادق، وها وربي شاهد عليا فيها، سواء مع اللي فراهم في الانترنت، سواء مع اللي شفتهم في الحياة هنا في المارشي هذا تاع سامي شيخ.
مع اني نعرف صواق اخرى تعمقنين في البلاديه الدنيا ومستوره الامور ما هيش بهذا الشكل هذا. ولو الضوء عندهم 30 سنه وقريب 40 سنه يا الدنيا وهما يجيو للمرشي هذا ما داروش ريشه وحده نظاميه. أنا باش نقولها لكم، مع انه الجنس اجي تراك يجيو 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 لي بورتوغي، كل جنس يجي لهم وكل جنس عنده هوايته وعنده جماعته، غير احنا. احنا اللي راح شرب قهوه مع اخوه اعرف باللي راه هي راه يسبك في واش راح الى من بعد هكذا 70% فيهم. هاني باش نقولها لكم في المارشي هذا، حتى وما يجيش ناوي باش يخدع يلقى روحه رايح في الطريق هذيك. ومن بعدها قلت لكم اللي فتح لي يا رب العالمين وعرفت واش هي العقليه تاع الغنى الحقيقيه واللي هي نفسها في الطيور الكل. يختلفوا، نعم يختلفوا، كل واحد بشخصيته اصلا وكل واحد بجنسه، الى انه السيمفونيه اخواني الكرام يعرفوها كل مع بعضهم. لذلك تلقى السيكتور، لذلك تلقى اللهجه تاع المنطقه، لذلك تلقى بلاصه خير من بلاصه وهي رايحه. بصح حنا هذا الشيء هذا نقدروا نستفادوا به يا ودينا رب العالمين، دين رب العالمين. كي عندنا راكنين وفي النسخ وفي الجوامع وبرا ما لقيصر لقيصر ديجا سابقين، مره ما لله لله والله ما تجينا البركه اخواني الكرام. والدليل ها هنا لليوم، احسبوا قلت لكم ذيك النهار الدنيا ملي شفناه ينزاد في انترنت في اليوتيوب. اليومين هذا كاش ما خرجنا يا الدنيا جنس، كاش ما خرجنا باق، كاش ما خرجنا اموا 20% من الطيور اللي راهي تتباع في المرشي جايه من القفاص. ناهيك على انتهاك الحرمات وناهيك على هذا على هذا على هذا الشيء اللي راني نحكي لكم عليه. يعني ذوق اختصارا اخواني الكرام للكلام كله، خلاصة للكلام كله، وش هو الفرق بيناتنا احنا يا مربين الحسون تاع اليوم اللي رانا في اليوتيوب وتاع المرشي وصحابين الحمام الاولين؟ خلاص وش هو الفرق بيناتنا؟ سؤال نخلي اجابته ليكم لنفوسكم اخواني الكرام. انا ماني جاي هنا نعلمكم طريقتي تتفهم وتتعاش، ما تتعلمش. ماني جاي نفتح عندكم هنا يا قناه وندير لكم مسلسل جديد. والله غنتفكر واحد البيت تاع نزار قباني، واش يقول هذا البيت يا ربي؟ يقول لك اهين يا وطني حولوك جعلوك، اهين يا وطني جعلوك مسلسل رعب، نشاهد أحداثه في الصباح وفي المساء، فكيف نراك؟ ها كيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟ أيوه يا إخواني الكرام، الجيل هذا اللي ما شافش المقنين برا بوسعوا أنه يشوفوا في القفص، لأنه الطريق راه متاح. وباش تشوفوا بالقفص اخواني الكرام وتسمح يعني ترفد القفص وتسمح في المسؤوليه تاع الدنيا، هذه ما يرضاها لكش رب العالمين ويحاسبك عليها. الى انه لما تتمتع بها تعرف، نشوفوا هنا لما نروحوا للبلجيك ولا هولندا ولا المان اللي بورس تاعهم يختلفوا. في البلجيك ما تشوفش بزاف، تشوف ناس ما تنتبه لهمش باللي راهم اطراء وجامعيين ومازالوا يقراوا في الجامعه ويربيوا الحسون بدل ما يروحوا يغسلوا الصحون ولا يروحوا يخدموا خدمه اخرى باش يعاونوا رواحهم فيها بها. لا يربيوا الحسون، وكاينين اللي منهم اللي خرجوا دراس والبلجيك شراو عليهم وحتى خرجوا منهم باش بداو يبيعوا فيهم. يعني موالين اللي بورس هما اللي يروحوا يشريوا من عندهم. الا احنا لما تجي لينا يا اخوان الكرام تلقانا اصلا ما عندناش طير، ها ما عندناش سيارة، ما عندناش تليفون، ما عندنا، ما انا مخترعين والو. اللي كان عندنا ما حافظناش عليه، كيفاش نخترعو يرحم والديك؟
أنهيكم على التكبر على يعني خلينا باك والله ياك نسمع ضربة أنا نكري ودراس وأنا نكري وغنى وديفوات ماشي في الغناء، في الغناء كاين ديفوات نعم. حنا يقولك ما تقولش باللي الغناء فيه ديفوات، بصح هو في الطير ديفو عنده، الطير هو الميتاسيون ديفو، عند القوري الدنيا ماهوش ديفو، عند القوري دايرو ميتاسيون ومعلل السبب تاعها لرب العالمين، قال لك وجعلنا لكل شيء سببا، معللها بالنقص تاع الماده الفلانيه ولا بالزياده تاع الماده الفلانيه ولا الديسفونكسيون تاع الحاجه الفلانيه عنده هو، لانه لازم يلقى سبه هكذا، ورب العالمين قال لك وجعلنا لكل شيء سببا، احنا عندنا ديفو. بصح كي نقولوا هذه لقطه غير مرغوبه يقول لك هذه كيفاش تقول عليها ديفو، لما تقول له حتى وراه يعني شوف برك. احنا واش رانا نديرو في اليوتيوب اليوم اخواني الكرام؟ رانا نديرو في واحد الامور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من امقت الامور عنده، اننا نتجادلوا بغير علم، بغير علم. ونفضل نتوقف اليوم عن الكلام، والله نتوقف في الفيديو هذا باش نقدر نحطه، لانه الحال ما راكمش منتبهين له، والله ما راكم منتبهين له اخواني الكرام. حنا رانا على شفير الحفره اللي نوليو من بعدها نحشموا برواحنا كما ربي ينحسون، وهاني باش نقولها لكم، ورانا رايحين لها، ورانا فيها اصلا، لانه واش بعد، واش بعد هذه الامور هذه اللي راكم تشوفوا فيها جهارا نهارا. العلم لله، الله ماني عارف. المهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.